طيب بكرة ماتش مهم، وبكرة مباراة أكيد هيكون فيها كلام جديد لازم أقوله لحضراتكم، وأكيد بكرة هيكون فيه شوية أسرار كده عاوز يعني عاوز أفضفض معاكم بيها يعني. بس شجعوني كده يعني، ارفعوا لنا رتم اللايكات والشير والكلام الجميل ده. بكرة ماتش مهم، ماتش المصري جاي في ظروف صعبة، غيابات كتيرة جدا 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 جدا، انت غايب منك بكرة 10 لعيبة، يعني ناقص لعيب ويبقى عندك فرقة كاملة غايبة بكرة. ده رقم واحد. رقم اتنين، جاي لك في مشاكل إدارية وظروف إدارية صعبة جدا، قفل الحجز على نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك عنده أكتر من مشكلة وعنده أكتر من أزمة، فأنت عندك بكرة دي الأزمة التانية. الأزمة التالتة، المدير الفني بتاعك مش موجود، فإصابات، ظروف، مشاكل إدارية، مدير الفني بتاعك مش موجود، زائد إن أنت بكرة الصعوبة الرابعة، الناس اللي لعبت كرة تفهم الكلام ده، صعوبة ماتش بكرة إنك أنت قاعد بقالك كتير، ده احنا داخلين في حوالي بالتقريب كده عدينا ال 22 23 يوم قاعدين أجازة، فالماتش بتاع بعد الأجازة ده بيبقى صعب، لسه ما جبتش لياقتك البدنيه، واللياقه بتجيبها الماتشات مش التدريبات، الناس اللي بتلعب كوره فاهمه لياقه المباريات غير اللياقه البدنيه العاديه، لا لياقه المباريات دي مهمه جدا جدا جدا، فانك عندك بكره صعوبات كبيره جدا، يمكن الصعوبه الاخيره دي عليك وعلى المصري، المصري برضو ما لعبش بقاله كتير، ولكن انت عندك مدير الفني بتاعك مش موجود، عندك اصابه وغياب 10 لعيبه، عندك مشاكل إدارية جسيمة في الزمالك، بصراحة الوضع صعب جدا جدا. يعني بكرة مين غايب في خط الدفاع؟ الونش وعبد الغني. طب مين غايب تاني؟ إبراهيم أناضاي، دونجا، شيكابالا، زكريا الوردي، فتوح، عبد الشافي، الجزيري، والعاشر بتاعهم سامسون. طب التسع لعيبه دول اصابات، العاشر غايب ليه سامسون؟ سامسون غايب عشان الزمالك بالفعل نادي مبادئ، عشان فيريرا بيطبق النظام، فيريرا مش مدرب ظالم، فيريرا اللي بيكسبه العدل. يعني ايه العدل؟ يعني انت لعيب بتتدلع، لعيب مستهتر، لعيب جاي متاخر، اقعد. طب يدخل حتى عم فيريرا قعده على دكه البدلاء بره، مش هيلعب. اللي هيلعب الناس اللي بتتمرن معايا، اللي هيلعب الناس اللي بتلعب معايا باستمرار، هم دول اللي هيلعبوا، انما الباقيين بره، شكرا. فده بحبه. في واحد يطلع يقول لك ايه يا عم، اديله عقوبه ماليه وخلاص، عقوبه ماليه، انما توقفه واحنا محتاجين اللعيب في ماتش مهم، اللي بيكسب العدل، والله والله اللي بيكسب العدل. والسنة اللي فاتت انت خدت الدوري والكاس بسبب ان انت اقامت العدل، فاكرين محمد ابو جبل لما فريرة غضب عليه وقعده وكان بيلعب محمد عواد؟ وقيس بقى حصل ايه السنة اللي فاتت، ففريرة هو اللي بيدير حتى لو هو مش موجود، وكان قرار خروج سامسون من السكواد بتاع ماتش المصري ده قرار فريرة، وفريرة هو اللي هيحط التشكيل بكرة وهو مش موجود. فانا سعيد جدا ان سامسون خارج السكواد بسبب الاستهتار والدلع، اعتقد بعد قرصة الودن دي مش هيكررها تاني. طيب دول العشر لعيبة اللي غايبين، طب مين يا عم محمد تشكيل الزمالك بكرة؟ بالله عليك عشان احنا عاوزين نطمن على الزمالك وعاوزين نشوف التشكيل بتاع الزمالك بكرة مين اللي هيلعب، قولنا كده مين اللي هيلعب. اللي هيلعب بكرة في حراسة المرمى بنسبة كبيرة محمد صبحي، هو انا اللي يعني التشكيل اللي انا بقوله لك ده هو مش توقع، هي معلومه جات لي، وان شاء الله يعني هتلاقي اكتر من 95% التشكيل ده هو اللي هيبدا بيه الزمالك بكره. عندك في حراسه المرمى محمد صبحي، هيبقى حسام عبد المجيد قدامه على يمينه، المسلوسي على شماله، الزناري في اليمين، هيلعب نيمار، وفي الشمال هيلعب عمر جابر. اتنين في نص الملعب، رؤى وامام عاشور، في اليمين زيزو، في الشمال مصطفى شلبي، والمهاجم هيكون اوباما. اوباما يا عم محمد، اوباما جات له فرصه العمر،
اوباما جات له فرصة العمر. ليه اوباما جات له فرصة العمر؟ اوباما بيمر بايام صعبة، اوباما بيمر بحالة انخفاض مستوى، مش انخفاض، انحدار. عارف انت الانحدار بيبقى اسرع، انما الانخفاض بيبقى بطيء شوية، انما اوباما كان مستواه حلو، هو مرة واحدة مستواه انحدر. فاوباما بيمر بانحدار في المستوى. اوباما جات له بكرة فرصة مش هتجيله تاني في الموسم. وافتكروا يعني، عاوزكم تفكروني ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم طول العمر، عاوزكم تفكروني دايما بالكلام ده وبالماتش بتاع المصري ده. بكرة هي مباراة مفترق الطرق لاوباما. ليه الكلام ده؟ هقول لك ليه الكلام ده. بكرة مباراة مفترق الطرق لاوباما، لان مش هيجي تاني ماتشات سيف الجزيري مع منتخب تونس، ومش هيجي تاني ماتشات مين تاني مهاجم، ابراهيم نضاي مش موجود معاك، مش هتيجي تاني ماتشات سامسون متعاقب، مش هتجي لك تاني ماتشات يوسف حسن الناشئ الجديد مصاب. فتخيل شوف كم لعيب مهاجم في وقت واحد مش موجودين. يعني المهاجم الاساسي بتاعك الجزيري، ابراهيم نضاي بيلعب راس حرب، بيلعب فيرود، غايب للاصابه، والجزيري مع منتخب تونس، ادي اتنين. سامسون لعدم الانضباط والتأخير في العودة، ادي ثلاثة، ويوسف حسن ادي اربعة. اربع لعيبة يا اوباما غايبين لك بكرة عشان انت تمسك في الفرصة. السؤال بقى اللي انا بسأله لحضراتكم وعاوزين ندردش مع بعض فيه، هل اوباما بكرة هيمسك في الفرصة؟ هل بكرة اوباما، انا ما بقولش يجيب اجوان والله، ولكن عاوز احس بمجهوده، عاوز احس بتحركاته، عاوز احس انه بيعمل خطورة، عاوز احس انه هو بيسقط ورا المدافعين وبيشتغل كده بشكل، هو اوباما بيجيد الدور المهاجم الوهمي. عاوز اوباما كده، عاوز اشوف بكرة لعيب جديد، عاوز يمسك في الفرصة، لان انت نجم كبير، وفريرة حطت له برنامج معين هو اللي كان فريرة بيشرف عليه قبل ما يسافر. هل بقى اوباما هيستغل الفرصة ولا لا؟ هنتفرج بكرة على الماتش. لو اوباما وانت بتتفرج على الماتش افتكرني، وانت بتتفرج على الماتش افتكرني، لو اوباما عمل ماتش حلو يبقى اوباما استغل الفرصة اللي هي مش هتجيله تاني. لو اوباما ما استغلش الفرصة واصبح لعيب زي ما احنا كنا بنشوف الماتشات الاخيرة، ملوش دور، مش مؤثر، واقف بيستخبى في ظهر المدافعين، اعتقد ان الفرصة مش هتجيله تاني. ولو اوباما مباراة بكرة، يعني انا مسميها مباراة البقاء ليه في الزمالك، لو اوباما بكرة ما استغلش الماتش ده، اعتقد ان اوباما يعني يطلع اعارة في يناير افضل. ليه؟ نوفر المرتب بتاع اوباما، مرتبه كبير، بيتخطى 12-13 مليون، فاوباما مرتبه كبير، فلما توفر ال 12-13 مليون دول كل سنة في ظل الأزمة المالية والمادية اللي عندك، أعتقد أني أنت الكسبان، أعتقد أني أنت الكسبان. ف 12-13 مليون ده أنا بقولك إيه، ده هيعدي، يعني هم مش 12-13، ده هم أكتر من 12-13 مليون. طيب أديك 12-13 مليون بس تبقى أوباما بتاع جروس وبتاع باتشيكو، تبقى أوباما بتاع جروس وأوباما بتاع باتشيكو، إنما أوباما اللي احنا بنشوفه ده و 12-13 مليون حرام بجد، الفلوس دي هتبقى حرام. فأتمنى بكرة من أوباما أنه يمسك الفرصة وما يسيبهاش.